السلام عليكم يا ياسمين وعزن. ياسمين وعزن مرحبا بكم على القناة نمار. إذا نتمنى إن شاء الله تيري مار مليح ماني ما تجان. ياسمين وعزن يا ياسمين وعزن نهارا عزوغ أذكر الصفة المدفونة عزوغ كوم شاركر نهارا الوصفايا تسد الصباح صراحة خمي تتقر وتغيني قاف الطاو عزوغ نهارا ما تتقر أتشارك غكيو باش نبدا السفايا غنبدا المقادير بسم الله على بركة الله. غالي داني تاتير يازير دوغ تشاميلاخ واخا غالي داني تاتير ساشية من السفا 500 غرام غالي داني تاتير ربصر غالي دا أربعة متبصرين قوس بعض معجنوس من غير حمد كويازير كويازير غاداخر ربصر قوس بعض المعجنوس شوية ثلاثية على ون تيشاف ذا سكينج بعد الطريق يجي نتاع بوستامون سكينج بعد الطريق العطرية وقت التاريخ شا مين يزيد تغير ذا يسكوشي غالي أزين تغنجة شطم زيانت نرشمون أزين تغنجة شطم زيانت نسكينج بعد إحريق أزين تغنجة شطم زيانت نرخرقون أزين تغنجة شطم زيانت نلي بزار غالي ذا نتا إجو كشوط نقافة متابعة الحال غالي ثاني جاحت المقادير اينا اضراح يزيد غداخر ازيس يوم ويزيد اما بالنسبه يزوق يسمين ويعزل ازوق يتغيما على حساب نشن قد قدر مشماش عقا كنت مشماش يوزغ الجوز ربع قوق الزبيب وفي تزاف يوزغن قير دايجنا بعنت متجارينة تسمو قوامان اينا يدقاغ الخو مرة يزوق اما بالنسبة اغني قوان في قرد السفث خذت ذات مش صغير انت سكوا جلاسي يسمين يعزن يسمين يعزن تينال المقادير يغان دمارة يغان حداش ذي السفثة ثانية خوتي خواتتي مرحبا بكم عندي في القناة ديالي نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير خوتي خواتتي اليوم ان شاء الله بغيت نقسم معكم ولا نشارك معكم واحد الوصفه وهي السفه المدفونه بالمقادير اللي غادي ندير بهم الدجاج الاول عندي هنا دجاج رقدتو دابا شي جوج تسوايع في الاقامه ديالو زدت الزياده على هذوك القوام كاملين زدت شويه ديال الازير وشويه ديال الزعتر درت ملعقه كبيره ديال الزعتر وازير ولا اكليل الجبل حكيتو حتى هو هكذا درميتو تماك هادشي اللي فيه في الاقامه ديال هاد الدجاج صافي وعندنا البصله عندي هنا ربعه ديال البصلات قطعتهم هكذا وعندي كثرت شويه د المعجنوس وشويه د القزبر والعطريه ما غاديش نكثر لحقاش درت هنا في الدجاج عندي هنا نص معلقه صغيره ديال الكمون نص معلقه صغيره ديال سكينجبير نص معلقه صغيره ديال الخرقوم نص معلقه صغيره ديال الابزار وعندي واحد العويد ديال القرفه عندي شويه ديال سكينجبير طري هكذا شويه ماشي بزاف وعندي ثلاثه د الدروس ديال الثومه هادو غادي نديرهم في الدجاج الداخل اللي كتشوفوا اخرين هنا هادو كلشي ديال الزواق عندي هنا الشريحه غادي نزوق بها وعندي الزبيب غادي نزوق به وعندي البرقوق غادي نزوق به عندي اللوز قليتو غادي نزوق به وعندي المشماش يابس غادي نزوق به عندي هنا جوج معالق ديال الزبده المزيانه سبيسيال غادي نديرو في السفه وعندي هنا السكر كلاصي حتى هو غادي نديرو في السفه عندي هنا الحليب المركز المحلي غادي نديرو في السفه الداخل وعندي هنا السفه 500 غرام ومن طبيعه الحال عندي الملحه اللي ما غاديش ننساوها ديما في الماكله وربعه د البيضات حتى هما غادي نزوق بهم وقطعت هنا الطوماطيش باش نوجد دغيا الطوماطيش هكذا قطعتها دوائر هذه غادي نعسلها وغادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي نديرها غادي نديرها غير شويه ديال الزيت الفوق وندير عليها واحد المعلقه كبيره ديال السنيده سكر السنيده وشويه ديال القرفه وغادي نعسلها صافي حتى هذه ديال الزواقه ومعايا ما تمشيوش لبعيد باش نديرو جميع ان شاء الله هاد السفه خطوه بخطوه وغادي نشوفوا الشكل الاخير ديالها كي كتخرج معايا ان شاء الله حتى نتوما غادي تجربوها او معايا ما تمشيوش بعيد نبداو في الخدمه على بركه الله
بسم الله. السلام عليكم. يسميني عزيم. لقد كنت ندير غدا انت شويه تنزشت نحار دروز داك شويه تنزشت الشمرات. هذا يصافق الاول ربصر. انا درت شويه ديال الزيت الزيتون مع شويه ديال الزيت البيضاء درتهم جميع ودرت فيهم قرعان ديال الزيت. انا زدت هنايا الدجاج ونخليه يتشحر مزيان. ندير معاهم التونه. دابا بحالي غادي نديرو الملحه غير في البصل. هذا راني نحط الخرقوم. نزيد الخرقوم، نزيد الابزار، نزيد سكينجبير، شويه ديال الكود ديال العويد ديال القرفه. ليس انا غير كشطني القرفه. دابا ندير فيه شويه د الماء، ماشي بزاف، شويه د الماء ونقص له العافيه. عقد الدروس ثم انا نشوف واش كنت نتمنى. ها سمينو بقى كنت يصير داك الغزاف كنت نعملها سلغ تزع في وزغن الشريحه اك الزبيب سمون خفنت معليش وتجيبو المشكل. هذا السلغ ربع قوق، هذا السلغ المشمش يزغن. ندير شويه ندروس ومن مره شوفوا المقدار مزيان الكاس ماشي اقل. داني تعاود شويه دروس شويه دروس جست نسكو على هاد الميكرو تاع الغاز نكس الكوبري تاع جست نسكو على تاع جست نسكو داني تاع شويه نرقافه دروس داني تاع شويه نقافه دروس دانيتا شويه نقافه دروس دانيتا الخو عفنا نضاف بوتاكاز عاد نكسر زكوبريف هذا المول عاد سوج درتي متجاري نعاود عاد نسمق بوامان من عزل لقى كنت غالي دانيتا اي جنطو ما عطيتش الطم قران تقص الطم ودوائر لقى كنت داس كير شويه نزشت نحار دروس امو اتقير خمسي اتقرا دروس غالي جن 3 مينوت غتولي تكسي تمسي سوا داي تقرب عاود تجي تنغني عاود تكسي شويه تمسي زيد جي تنغني من داس غيكي غير التاني تاع تعسلا هذا سي غير جنت غنجاش طن قران تعمى مليح نسكوا شويه نرقافه اخس غير جنت غنجاش نمش سقان نكمنت العسل. بسم الله اسمين عزن عقد غاكنت لقيت نترخو هذا كنت سكنه الطريقه نسفت فمش داس غيكي غالي داني تاتيان ازين كازت افي غرباني تاع سويس ما راخ الشعريه امو الخو هاد السيد فغمار زشتني دي الشعريه في النغمار زشت امو ان السيد زشتني مارا نحاول ما امكن ونتجي تاع حبوش لا باش ودا نقطع الجن تاع وحده ندخلوها مليح مليح مزيان سميتو هذيك الزيت في السفه باش منين غادي نديروها طيب نقلعوها باش من بعد ما غاديش تعجن معانا. اسمي عزن عقا كنت انا نقص تخن وخومي غاكير هاك يصير سفتا يتغو ميكير الزشت وخاك يصير غاتبدل سكسوس مي غاتواري امزوا رفوع يكتساز بجنة وسكسوس هذا سحسبو 15 مينوت 15 مينوت 4 ساعات خليه إذا سيتي يتركس غاو نكور تفوا تفويرة أتيك 4 ساعات ولكن أنا غتوالا تفوا إكد سما سنج يسف غير غتوالا تسف بدا تفوا إذا سغا تحسب أنت 4 ساعات وتجي غا خو غتسع سنت تحسب أنت 4 ساعات فهمتي خواتاتي غادي ندير السفة اللي درت فيها الزيت غادي نكبها هنا وغادي نديرها دابا غادي تمشي تفور 4 ساعة ولكن حتى تشوفوا الفوار طلع من فوق عاد تحسبوا 4 ساعة ماشي غير تحطوها وتحسبوا 4 ساعة لا وكل غادي نديرها 3 تفويرات كل تفويرة تدير 4 ساعة 15 مينوت الخوي سمينو اتنج اتسو اتنجج 5 مينوت 6 مينوت ارغب سمار يمني وشت اتعرق اطفو عاود تفويره وسنان دابا نخليها تشرب هذاك الماء
نخليوها 5 مينوت 6 مينوت ولا اكثر ولا حتى تشوفوا شربات هذاك الماء كامل. ومره مره قلبوها قلبوها هكذا باش تشرب الماء من فوق ومن تحت كامل. صافي نخليها هكذا حتى نشوفها شربات الماء، غادي نرجع عندها نردها في الكسكاس تفور تفويره ثانيه وغادي نكمل معكم. نسفت سواء امني واخا قديس دروس تمو معليش الخو لقيت انت تعرر ديك سي شوز هاتي تفويره وسنان مش سقانيا زيني غادي غادي يوم دي ماميتا اكل بصل كسختي زي زي ماميتا يوم كسختي جي خير غيسي افان غمارات سفتو تيغام وسفوس. المهم هذه السير كاميرا ديها غابوتاكاز باش كيدي التوالد ما مشاش غير يدير الخو يرماق مني يزي كسر يزيد ماني عزل لقات مترماق مني لقات جي خويا بجما ماق مني يزي كسر قان يزيد ازي كسر القافا ني قشوني القافا يتو غادي يسكير نحيد منو هذاك العويد ديال القرفة. دابا غادي ندير واحد معلقة كبيرة، انا عندي هذه صغيرة ولكن ندير ندير جوج من هادو ديال السكر، ندير شويه د القرفه نزيدها هكذا نزيد فيهم هذاك المعجنوس. دابا نزيد فيه هذاك الدجاج اللي قطعتو باليد قطعتو هكذا اللي نقيتو اي سمينو عزن اي قات انت المقني راني غدا يستغ نجي شطم قرات بلكي شتو غايتا نجي شطم مزيان تاني خنايم يعني المقدار دغ نجي شطم قرات من السكر. عاني غديت شويه القرفه بدروس باش القرفه تصبح تشسف واحد. عاني غديت معكنوس من الخوا قالت انت تجغمو انا غيشحى مليح هذه سويا روان سودي ستغميتها لقيت نار والا خني يفيد غكسر صافي حتى في كمل خني حتى في العماوره هكا كنت خوقه الواد الشكل نفس الاخير الا ذي حمار شويه وجدي حمار هذه جمع سمح نتايا انا غي سويا روان مسمار ودي ستغميتها لقيت نار والا هكا كنت الخوا قبض غا كنت يزيد النغا يوجد قجي خطره الطابي لقيت سميد المواد نغنجف عاود كلشي و نتاع السلعه و الكمر نقين غطات في مجاري نعاود المواد نقين تغطات الخوف قنايا الا سفف باش هذا السكمر تفويره ثاني كاروت هكا كنت كير داني تاتو ما عطيتشني تغدا كنت ني ابي عسل الخو من داس غي غزرين تاي كي خاص شويه تنزش تنحار دروس تسوي سخت السنج الخو غير تشحى شويه تسوي داي دروس تقرب عاود اما خو غنبوب نغني تشحى شويه دروس هذا صندوق شويه من السكر غير تغنجا شطون قرا في السكر شويه من القافا دروس ليش تغنجاش تنتمنت ليش تغنجاش تنتمنت تعسل صافي تفرن حتى تكمل وهذا الشيء بحال اللي قلت لكم كلشي دابا موجد عندنا سميتو الدجاج ديالنا راه وجدتو وسميتو المواد الجافه كلشي عاود عسلتو راه عاود طاب كلشي راه وجدتو. انا غادي ندير واحد المعلقه كبيره ديال العسل وهي صافي نقص عليها نقص عليها العافيه ونخليها تعسل صافي. انا درت فيها القرفه والصفار قبل صافي خواتاتي ومن بعد غادي نعملو رميت دهن النيا السكوا كلاصي ديال السمار يفسي وخا قلت انت لي ساني يجي تغنجا شطم قرنت اغني قوان سنقان الشي اغني قوان ني الحليب المركز المحلي زدنا فيه واحد معلقه كبيره ديال الحليب المركز المحلي وني يخصم تا زيودي هذا يعني شريت غشت مباركه تشي صار ريح ثرف واحد الصباح والحمد لله كلشي وجد الخو قالت كنت تيغ الاطاره لا انا راني رجعت عندكم حتى كملت كاع كلشي الحمد لله كلشي طاب. دابا غادي نقدموه في طبق التقديم. الاول غادي نفرشوا الطبقه ديال سميتو ديال الشعريه بسم الله هاد السيغ يزيد هاكا كنت يزيد تو راني تمشتو غا جي خير مي جما يسوى مرة يعرو النص هاكا كنت الخو بقا يصمد وجبو يصمد الطاس مي يدفع هاد كيب غداني تعاود هاد السمعة ولا مرة ذا المول هاكا صانيع من يقيمن زي السف. دابا غادي نزيد عليه هداك الشي اللي تبقى من السفة يسمعينو روميت كي غا مو مرة كيما رختت ذي المول النس خذ السكسه المولني بسم الله
هكا كنكون نبدا بالبيض. الزواق ساهل رخو هذه سير الشريحه ني توغ تشاميلا تي غرامو خير غزي سانر نتاف تي كورا غزي ستي ستي غفناينا مو تي سرو سير فناين مش ماشي نيوزغن السقاده ديال الوسط ومن الفوق ندير ديك عليه شويه د دلوز هاد السيق الطوماطي شنيا السلا ها شوي شوي هاد الساس غدا ديك جنة خو هاد السيق بقا كنت الزبيب هاد الكرس نجي طوماطيش زيت زيت غير مبوبني طوماطيش شوية ربع قوق عاود الزيت سوق غرانتا غاموخ الجوانب اسمين يعزن عقاقا كنت دوا دا زوقي دا سدير كني نتي مالي عجبك نتا زوق من غنيب قنت اسمين يعزن دوا زف النق يسوج دا نهارا كي كنت بالصحة والراحة تمني ان شاء الله سوري نو داك نتعجب خوتي خواتاتي هذا هو النهاية ديال هاد السفة هادي زوقتها هكذا على الدوق ديالي نتمنى ان شاء الله بالقلب ديالي تجربوها وانا متاكده 100% غادي تعجبكم هذه الحلقه نغني ان شاء الله هذا كنت تكرشين حاجه نغني الجديد بالصحه والراحه بسلامه عليكم في امان الله وحفظه.